مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه بدي اقول انه كثير وردني اتصالات على حلقه امبارح، خصوصا اذا ضمنت كثير من وجع ناس بحاجه فعلا الى مساعده. وبالوقت ذاته في كثير ناس كمان تواصلت وحبت تساعد ولو بفلس الارمله، وانا بدي اشكرهم من القلب وبدي اقول لهم انه لو ما الانسان عم بيساعد الانسان يمكن في كتير بعد ناس أكتر وأكتر بحاجة وما حدا قادر يوصلها أو قادر يحكي معها أو قادر يعطيها يمكن أبسط الأمور يلي هي بحاجة لها. فأنا بدي أشكر كل يلي عم يتعاطفوا مع إخوة لألهم بالإنسانية وعم بيساعدون. موضوع الطحين اليوم شغل شاغل لأنه ظاهر في نقص بطحين بحسب مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس بربيري اللي عم بيقول انه في ازمه، في نقص بهال في طحين ببعض المطاحن ولكن يمكن منه مدعوم، وفي ثلاث مطاحن اقفلت ولكن كان في طلب انه اقله ما يحطوا ما تكون بالشمع الاحمر على المستودعات حتى يضم الطحين يتحرك اكثر يقدروا يوزعوه. كمان في كميه من القمح بتكفي لمده شهر وكمان مش مدعومه من مصرف لبنان. يمكن الحكومه المفروض تعالج الامر اليوم قبل بكره، مع انه في باخره فرغت حمولتها وحده بعدها ناطره قرار مصرف لبنان حتى تتحول الاعتمادات، واذا تحول الاعتمادات لهالباخره بفتكر تنحل الازمه. من هيك عم تتراكم الازمات على اللبنانيين بوقت يلي نحن بنتمنى على المعنيين بهذا البلد يفكروا بمصلحه الناس، بمصلحه البلد قبل مصلحتهم الخاصة، لأنه اللي عم بيصير اليوم هو المصلحة الخاصة عم تتقدم على مصالح البلد وإنقاذ البلد، وحتى الناس تحس حالها أنه هي في دولة دعمتها، في دولة عم بتفكر بمعاناتها مش في دولة عم بتفكر بمحاصصة معينة وما أكثرهم، خصوصا باستحقاقات كتير كتير كبيرة نحن عم نمر فيها. حكيت امبارح عن الجامعة اللبنانية 86 ألف طالب بانتظار أنه الاتفاق على العمدة، كل واحد بده هيدا العميد وبهيدي الطاقة. لا الله بيخليكم، يعني نحن بدنا الرجل المناسب في المكان المناسب. هلأ في التشكيلات الدبلوماسية يمكن رح تتوقف كمان لأنه بدهم إياها تكون مش حسب التراتبية، اللي بدهم إياها تكون المحاصصة هيدا بخصني وهيدا بدي إياه وهيدا وعدته. البلد ما في يعمل إصلاحات ولا فينا نعمل تغيير حقيقي إذا بعد فيها النفسية وبعدنا ماشيين على نفس الخطط يلي ماشيين عليها. اولا الشعب اللبناني ما عاد يرضى فيها، ثانيا بعتقد رح تعرقل الامور اكثر مما رح اكيد انها تحلها. وشغله ثالثه بحب اقولها هي الاستعداد للانتخابات النيابيه يلي هيدا استحقاق كثير مهم. من هيك ناس عم تتعرف على برامج المرشحين، في مرشحين يعني بالمجلس زابي من سنين يمكن ما عملوا شيء، وفي ناس عندهم كامل الاستعداد للخدمة، يعني تكون عندهم تكليف مش تشريف، وهودي لازم نعرف نختارهم، لازم نعرف ننقيهم حتى من هون يبلش أكيد العمل بالمجلس النيابي لأنه هو تشريعي قبل كل شيء. وبالتالي ما بقى بدنا شرفية، بدنا ناس تجي تشتغل وتنقذ البلد، مش تعرقل كمان بعض الأمور يلي لو اتخذت يمكن ما كنا وصلنا لهون. معلومة بمعلومتنا لليوم، موضوع انقطاع المي بمنطقة بتتغزة، يعني هذه مؤسسة مياه بيروت ومؤسسة مياه لبنان الشمالي هالمرة أصدرت بيان للمشتركين يلي بيستفيدوا من المي من محطة التنقية بكفر حلدة، فأعلنت أنه بسبب ارتفاع درجة العكار بمياه نبع دلة والغواويات اضطرت آسفة إلى قطع المي عن بلدات كتيرة، السورات، رشكدي، هربونة، عرطز، حلتا، كفر حايب، اسمية، كور، عبرين، رشكيدة، جدبرة، بجرفة، كفر حلدة، بستين، بيت شليلة، ديربلة، شناطة، كفيفين، جران، قومة، تحوم، رشانة، عورة، داعل، بشتودار، نحل، زين، كفر حتنا، كفر شليمين. هل عم تعرف على هيدي القرى أنا كمان، الفتيحات، آسيا، شبتين، مراحل حاج، العلالي، كوبا وسلعات، على أن يتم إعادة توزيع المي فور انخفاض درجة العكار بموضوع المي. من المسؤول؟
محامية أرليت بجاني كعضو في جمعية الحفاظ على المودعين إذا بدي أسميها، بعرف أن المجلس النيابي أخذ قرار بموضوع الدولار الطالبي وأخذ موضوع المودعين، بعدنا بالانتظار، ولكن بالدولار الطالبي في شيء يمكن الناس أو الأهالي ما عرفوا فيه شو هالقانون يلي صدر؟ بحب أنك توضحي حتى كمان يكونوا على بينة أنه كيف بإمكانهم إرسال الدولار طبعا للتعليم خارج لبنان. دولار الطالب. بونجور ومشكورة على تضوي على هذا الموضوع المهم اللي بيهم كثير الأهالي. هو القانون ذاته يلي كان صدر قبل وطلع على رئيس الجمهورية، بس ما توقع لأنه كان فيه بعد لازم يتحسن بطريقة أنه ما ينطعم فيه، أعيد للمجلس النواب وأقر من جديد ب 29/3/2022. هيدا القانون كثير مهم لأنه رجع ضوى على ثلاث نقاط كثير مهمة. نعم. أول نقطة كثير مهمة، صارت كان 1005، طلب من اللجان إنه ما يبقى على 1005 لحتى ما يبقى في مجال للطعن من قبل المصارف ويصير في سوق سوداء بهذا المجال، يعني ياخذ شخص 8000 دولار على 8000 من المصرف ويروح يشتري على 1005 ويرجع يجي يحول على للدولار الطالبي. نعم. يعني هيك صار سعر صرف 8000 مش لحتى يحملوا عبء للاهل، بس لحتى ما يصير في عرقله من قبل المصارف او سوق سوداء اكيد، ونحن منا ابدا بقى بنحمل هذه السوق السوداء. نعم. من التعديلات كمان اللي طرقت على هيدا القانون انه رح يصير يستفيد الطالب كل سنوات اختصاصه من هالقانون بدون ما يكون بحاجه هالقانون لتجديد، مثل ما دائما بتزعم المصارف وبتتحجج انه هيدا بده يتجدد القانون طلع على سنه وخلص ما بقى فيكم تستفيدوا فيه، لا كان واضحه الماده الاساسيه فيه بتقول استفاده الطالب كل سنوات اختصاصه دون حاجه الى تجديد هذا. يعني هيدا كمان بيريح الاهالي اهالي الطلاب انه هن بيعرفوا يعملوا حساباتهم انه هن قديه فتره الدراسه بالخارج سنه سنتين ثلاثه اللي هي هذا القانون صدر لمره واحده اقله هلا. صح. ما هيك؟ مضبوط. وفي تعديل كثير مهم صار في كان قبل يشمل الطلاب اللي راحوا قبل ال 2019، هلا شمل كمان الطلاب يلي راحوا لبرا بالعنيد سكولير 2020-2021. وتعديل كمان كثير مهم، يعني هيدا انا برايي كقانونيه الاهم بهيدا القانون ولازم كثير الاهل ينتبهوا له، انه قبل كان في بحال امتنع المصرف عن التحويل في عقوبه حبس على المصرف، هذه كانت كثير فلوس، شو عقوبه حبسه على المصرف من هو المصرف يعني. صار توضحي وبجهد لازم نوه عن جد كثير مهم وكبير لقاضي كثير بنحترمه نحن اسمه جادل هاشم يلي هو عمل كثير افور على هذا الموضوع، لانه ممثلين مصارف جمعيه المصارف ومصرف لبنان كثير اعترضوا على انه يكون في عقوبه على المصارف ليضل هالقانون غير مطبق. القاضي جادل هاشم استجاب ل أعضاء اللجنة كمان المشكورين اللي تعبوا كثير وحطوا إنه بخلال مهلة بيتقدموا الأهل بطلب التحويل للمصرف بيتحقق المصرف من المستندات ومفروض دغري يحولهم. بحال المصرف ما قام بموجباته وما حول ال 10,000 دولار للطالب بالخارج بحق له للمتضرر يعني هن الأهل أو الطالب إنه يتقدم أمام قاضي العجلة بعريضة مش بدعوة، بعريضة. يعني ما بيطلب هيدي أمر على العريضة، ما بنبلغ هون المصرف ونماطل وناخذ لائحة جوابية وجواب عليها، لا بيطلب فيها بعريضة إلزام المصرف بإجراء التحويل مرفقا بالمستندات يلي بتأيد هيدا الطلب يلي طالبينها بالقانون يلي هي إفادة من أنه هو مسجل بالجامعة، إفادة بأجار البيت إكسترا. خلال مهلة 24 ساعة بيتحقق القاضي من قانونية الطلب، وخلال 24 ساعة بيصدر قراره المعجل لتنفيذ النافذ على أصله بقوة القانون يقضي بإلزام المصرف إجراء التحويل المطلوب. يعني ما بقى في عنا البروسيدور القانونية اللي بتاخد سنين، صار
في عنا من بعد ما يرفض المصرف بنتقدم بطلب بيتحقق منه القاضي خلال 24 ساعة إذا هل المستندات جاهزة وهذا الطلب قانوني بيطلب من المصرف بيلزمه بإجراء التحويل تحت طائلة غرامات إكراهية. نعم. يعني أنا بقول إنه كثير تقدمنا بهذا التعديل يلي أجري أجرى على هذا القانون. الثلاث نقاط مهمة، العقوبة صارت إنه كثير واضحة ولصالح التلميذ وللوقت كما يعيني كثير، 8000 على سعر 8000 يعني ما بقى فيهم يتحججوا المصارف بال1000 إنه 1500 يروح عند الصيرفي وين. نعم مضبوط. والثالث نقطة اللي صار هو ما بدنا نحن قانون جديد كل سنة يتجدد وننطر وناخد وقت، والطلاب يلي سجلوا بال2020 21 بيشملهم. وبدي أقول مرة ثانية أنه مرسي للقاضي جاد الهاشم ولا أعضاء اللجنة يلي كتير صراحة يعني اشتغلوا عليه، ما حطوا بالجرور مثل ما كان عم يقال، لا كانوا عم يشتغلوا ليطلع واضح، عسى أنه يعني إن شاء الله تلتزم المصارف بتطبيق هذا القانون وتخفف من معاناة الأهل والطلاب. في عندي سؤال أستاذ أرلات ورد، بيقولوا يلي عنده دولار مش مضطر إنه يصرف، بيدفع دولار تلقائياً. صحيح صحيح، بيسحبوا له من حسابه. بيقدروا يسحبوا له من حسابه دولار؟ أكيد بيسحبوا له من حسابه دولار لبرا دغري، يعني بحولوا له من حسابه بالدولار على الجامعة دغري تلقائياً، القصة تبع الجامعة لحدود العشر تاريخ. بس بالنسبة للعشرين واحد وعشرين كيف بتصير القصة بعفو الرجعي؟ كيف بتصير العملية؟ لا ما في، في عن كل سنة 2020-2021 كل يلي اشتغل بحق له عن هذه السنة 10000 دولار. أكيد يعني بمفعول، ما في مفعول رجعي، بس عمليا تقنيا كل طالب بال 2020-2021 بحق له بهود العشر تلاف يلي مسيح يلي هن ما بيقدوه يمكن أجار بعيته، بس إنه شو بدنا نعمل هيك هيك هالقد سمحونا. يعني ما صار في رفع يعني على 10000 دولار، بقيوا على 10000 دولار سنويا. بقيوا على 10000 دولار للأسف، ما حدا بيقدر يعمل أحسن. وهيدي تدفع دفعة واحدة ولا تقسط ولا كيف؟ يا ما حسب كل بنك حسب كل. لا لأنه مش كل في السلطات ما بتندفع دغري، يعني كل ما يجي من تلميذ برا من جماعته بتجي فاتورة اللي لازم يدفعها، القسط يلي لازم يدفعه، بحوله للمصرف، المصرف بحول له هيدي القيمة يلي بعتها. هيك عم بيصير عمليا، ما عم بيحولوا العشرة آلاف دغري، لأنه في طلاب كتير قصتهم الجامعة كل السنة بروسيا أو ما بعرف وين، كل السنة بيطلع قصتهم شي 3000 أو 4000، الباقي بيحولوه للأجار. نعم. يعني عنده 10000 دولار أو بيقدر يتصرف فيهم أو بيقدر إنه يحولها للبنك كلها إذا كان قصت يفوق العشرة آلاف. وإذا حدا بده يتسجل هلأ من جديد بيلحقوا هيدا القرار هيدا القانون؟ لا نو 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 لا ما بيلحقوا. يعني بتقلك الوضع انه الكل شايف انه الوضع صعب، ومن هيك ما بدهم يلاقوا حجه للمصرف انه يتهرب من موجباته. 10000 كثير قليله، بس خلي يحولوا لنا اياها ناطرين. بدها شيء امضاء رئيس الجمهوريه او صار سير المفعول؟ اكيد بعد ما بعد يعني هلا بدهم مضى من رئيس الجمهوريه، نشر بجريده رسميه وبالانترنت. وانا بدي اقول للاهل ما حدا يتردد انه اول ما يمتنع المصرف عن تحويل ما تضيعوا وقت، دغري بتروحوا لقضاء العزله، لانه قضاء العزله بظرف 24 ساعه مفروض انه يعطي الامر يلزم المصرف بتحويل هيدا المبلغ. ذكرتي عن عريضه مش دعوه، العريضه لازم تكون ممضيه من حدا مختار او شيء ولا امر نو لا امر على عريضه، يعني على بدون ما نبلغ المصرف، يعني ما لنا دعوه في استحضار. نعم. بدنا نقدم الاستحضار، بيقدم المحامي ورقة بسموها عريضة بيكتب عليها الظروف تبع الأهل وبيرفق المستندات وبيطلب من المصرف من القاضي إلزام المصرف بالتحويل. هون الفرق بين الدعوة. نعم. إنه القاضي ما بيطلب من المصرف أعطيني رأيك، لأنه ديجا رأيه إنه معروف بالموضوع، ما في جدل، المستندات صحيحة وتحقق منها القاضي. وبعدين المفروض يعني يطبق القانون، المصرف بده يطبق القانون، يعني ما بيقدر، وإلا بده يلزمه القاضي بدون دعوته للمصرف، يعني نعم. بدون ما يدعي بقوة القانون بحق له للقاضي يلزم المصرف إذا كانت المستندات تحقق منها وصحيحة،
بيلزم المصرف بالتحويل خلال مهله كثير قصيره. وهيدي هي النقطه يلي هي انجاز بهيدا الدرس للقانون. نعم. فريمون هيدا انجاز. نعم. انا برايك في تاخير لتوقيع هذا القانون؟ لا عم تاخذ طريقه وانا عم تبعها، يعني انا كثير عم تبعها تنشوف وين صارت. هلا بدها تتقدم، بدها تنبعث للتوقيع ودغري تنشر بجريده رسميه وبتصير نبذه، وما حدا يقول تاخر لانه مجبورين عن هالسنه يدفعوا ال 10,000 تبع سنه ال 21 22 او سوري 22 يعني 21 22 هي القانون السكولير اللي عم نمرق فيها هلا. حتى لو تاخروا، حتى لو دفعوا هن، حتى ولو دفعوا بيكفي انهم يبرزوا ال ال الاقساط يقدروا يرجعوا يستحصلوا هال 10,000، لانه عندنا كثير حالات الاولاد الشباب برا التلاميذ عم يتدينوا من اصحابهم ومن اهل اصحابهم لحتى يدبروا حالهم تما يخسروا السنه تبعهم. نعم. من هيك او الاهل عم يتدينوا من هيك بنبرز انه نحن دفعنا للجامعه ولبدل الايجار هيدا المطار بيدفعوا لنا منه ال 10,000 دولار، ما حدا يقول تاخرنا، ما حدا تاخر، لكم 10,000 دولار مع البنك وهيدي وجباته يدفع لكم اياها. يعني انا بشكر لكل هالتوضيحات، بتصور انه هيدي الاسئله ممكن تنطرح هلا، ونحن بانتظار اكيد توقيعه حتى يصدر جريده رسميه ويصير نافذ، وعلى ضوءها بعدين بنشوف قديش ممكن المصارف انها تطبق هذا القانون وقديه ممكن يكون في مراجعات، يعني كل شيء بوقته بتصور. شكرا لك. نعم تفضلي. انا بدي اقول لك ميرسي وبدي اقول لك رح اعطيكي خبر امتى بصير ناتج الجريده الرسميه، ترى هيك لانسمون صغير من حضرتك. لا على الاكيد للاهل. نعم. يبقوا دغري يعرفوا انه صار بيقدروا يتوجهوا ويقدموا الطلبه. مشكوره، لانه مش كل الناس عندها جريده رسميه صراحه، فنحن بنشكرك سلف استاذه أرلات بجاني، وبتصور يعني واضح الموضوع نسبه للاهالي الطلاب، ويشكر القاضي هاشم وكل من عمل حتى على القليل يصير نافذ هذا القانون ويرتاحوا شوي الأهالي وخصوصا الطلاب يلي عم بيكملوا دراساتهم بالخارج. عنا فاصل ومنتابع. منتابع حلقنا عبر الام تي في، ووردني اتصال من احد الاشخاص اللي بده يقبض راتبه من احد المصارف في سور، صار رايح مرتين، يعني بروح باول الشهر بنص الشهر، بيقولوا لهم انه بعد مش بعت لنا مصرف لبنان كاش، وقريت بيقولون بعد ما فتح صيرفه، مع العلم انه الساعه 11 كانت صارت هالقد في تاخير صيرفه لتفتح، يعني في عرقلة دايما برواتب، هيدا تاني شهر بيصير معهم هيك، يعني مثل ما كمان أساتذة كنت عم بذكر في بعض المصارف عم تعطيهم للشهر الثالث معاشهم بون، يعني يروحوا فيه على السوبر ماركت، بالنتيجة شو لهم ببون معاش على 3 أشهر متتالية بهذا الموضوع، يعني كل هيدي قضايا بدها إعادة نظر، وبدهم المصارف يتبعوا تعاميم مصرف لبنان يلي صدر تعميم مؤخرا بيلزم المصارف انه تدفع الرواتب كامله خصوصا للقطاع العام للمتقاعدين، وعدم اللجوء الى اساليب مثل بوم من هون ونص معاش وربع معاش وروح تعا وتعا وروح، يعني بكفيها الناس اللي عم بتعاني. متابعات. اتصالاتكم على 04-444-444. كنت ناطرة جواب بالنسبة لانقطاع المي بمنطقة بيقوت من أكثر من 10 أيام، سألت اليوم بعد ما عندي جواب حتى جاوب الناس اللي سألتني. محطة جلديب بعدها متوقفة بانتظار تأمين المازوت، من هيك كل يلي بياخد من هالمحطة مي ما رح يكون عنده مي، بده يدبر حاله أكيد سيترنات، للأسف السيترن بيلاقي مي، المؤسسات المي مش قادرة توزع المي، وإذا ما وزعت المي يعني رايحة هدر، كمان عم نهدر نعمة كتير مهمة هي المي. باخد أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو. أهلا. يعطيك العافية. أهلا علي. أنا ما في يقول لك الاسم بس هلأ بتعرف. أوكي. أنا متقاعد بصندوق تعويضات المدارس. نعم. متقاعد سنة 2005. نعم. بعد تعليم 44 سنة معي إجازة كان. نعم. إيه. بال 2005 عطونا 1,200,000 ليرة. نعم.
اجى زيادات بعدين، ما اعطونا ولا زياده، اعطونا 200,000 200,000. صار معاشي هلا 1,660,000 عم بقبض. نعم. كل الناس عم يجيها مساعدات، ما عدا صندوقنا ما اجينا. صندوق المتقاعدين. نعم. للمتقاعدين. فالله يعني مطلوب منك معلش تدري لنا هالموضوع هذا وتشوفي لنا اذا في شيء مساعدة. اوكي. بتعرفي انت 1,660,000 شو بيعمل اليوم؟ مش تانكتين بنزين. بعطيكي رقمي انا، رقمي بالصندوق لحتى تتاكدي من المعلومات. اوكي، بتاخذوا منك مدام ريتا. ايه ما تسكر. 114. قد ايه؟ 114. 614؟ 114. بس تتاكدي من الراتب وطالبوا لنا معلومات. لا يعني ما مش نحن اللي بدنا نتاكد من الراتب، حضرتك صادق يعني، مش عم بالعكس مش عم نشكك بالموضوع. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 الو. ايه تفضل. بونجور مدام ربيكا. بونجور، يعطيك الف عافيه. اهلا. انا ساكن على الدوره. نعم. معاك ما مقطوش اجري وايدي. نعم. عندي بروتيز انا بعملها لاجري على حساب الوزاره. نعم. كل ثلاث سنين بحق لي اعملها بالمية مية، بس في كلسات سيليكون هول بجيبهم لحالهم. نعم. هلا من شي شهر يعني على راس السنه بحق لي اعمل بروتيز، والبروتيز اللي لابسها مهريه مكسوره وحالتها بالوان يعني واسعه وما عم بقدر البسها. نعم. تلفنت لمحل ما بعملها، قال لي بدك تعملها على حسابك، ما في الوزاره. وقفوا الوزاره هالخدمه. ايه نعم. بدي بعطيكي رقمه للمحل البروتيز، وسالت تلفنت لواحد ثاني قال لي ما عم بيشتغل مع الوزاره، بتكلف عنده اغلى، بس محل ما بعملها انا بتكلف بده $900 فراش مع الـ كالسيت سيليكون. اوكي، نحن رح نشوف مع الوزاره ليش وقفت وشو الحل، يعني بدها حل. ايه بدي اعذبك، انا عم تلفن لك على تليفونك الخاص، انا بعرفك شخصيا، كنت اشتغل عند قرابتك انا. اوكي. هلا انا ما عارف مين حضرتك، بس بكل الحالات اهلا وسهلا فيك يعني. هيدا طول لي عمرك. لا هيدا هيدا حق لكم يعني، هيدا حق. انا طول عمرك، انا ما بيهمني الايدي صار لها من 75، بس اجري صار لها اجلك من 84، وكل ثلاث سنين صار لي من 84، كل ثلاث سنين بعملها على حساب الوزاره. هلا تلفنت قال لا بدك تدفع حق فلاش، ما في وزاره. انه منين الواحد بده يجيب فراش $900 يعني كمان الله. اذا الدوله مش قادره تدفع على المواطن. عندي عويناتي يعني مكسورين متوازيين بهالكلمه، انكسروا من شي جمعه، مش قادر تغيرهم. لابسهم مش عم بقشع مايلي، مش عم بقشع فيها، مكسورين ما عم بقدر اغيرهم، بكلفوا $40. بعدك عم تشتغل؟ لا انا صار لي 6-7 سنين قاعد. يعني معناتها للاسف. ايه معناتها انه انت بحاجه انه الوزاره تكون الى جانبك. هذا الكيت عم بدي بروتيز لاجري، بس تروحوا اجي تنزل ثلاث طوابق، انا بيتي بيت الطابق الثالث بنايه ابو ناظر، انا ساكن تعرفيها. نعم. على الدوره. حد شركه المرسيدس. ايه عرفتها. عرفتيني؟ عند فادي، كنت اشتغل عند فادي ابو ناظر. اوكي اهلا وسهلا فيك يعني، مش هم طولني عمرك. انا بهمني بالموضوع انه يلي عندهم هالحاله مثلك ما فيهم ينتركوا يعني. انا مش عم بحكي كواسطه، انا حقي. لا انت عم تحكي كحق، وانا عم بقول حق المواطن انه على دولته. ليش هلا ما بدهم يعملوا لي؟ ليه ما بدهم يعملوها وتركين الناس باحلك ظروف؟ كان يعبي لي عبي طلب، اخذ له الاوراق اللازمه وانزل عند مشيع ثاني، دكتور ثاني بالوزاره الصحه، حد مستشفى، حد محكمه العسكريه، يمضي لي اياها ويجي ببلش فيها 100%. بلش فيها استلم بعد جمعتين ثلاثه شهر. خليني اشوف مع الوزاره، اذا رح اشوف شو راي الوزاره بالموضوع. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو. ايه اهلا، بدي احكي مع مدام ربيكا، قالت لي بعد هذا المسير. ايه مزبوط، انا معك، تفضلي. عم بسمعك، تفضلي. بدي احكي مع مدام ربيكا. معك، عم بقول لك تفضلي. مدام ايه مدام، اسمعيني على الاباراي مش على التلفزيون. ايه اوكي. قولي لي شو عندك، عم ربيكا معك، شو عندك؟ مدام ربيكا. نعم. أنا بدي أسألك حضرتك، أنا في عندي اشتراك على العداد. إيه. أنا الكهرباء عم تطلع عندي الشهر الماضي 1,100,000، وبس تجي الدولة مش عم يدفع العداد عندي، هالمرة طلع 1,770,000. أنا لحالي بالبيت وعندي جوزي مقعد. هلا بدك ترجع يشوفوا لك العداد اذا في خربطه، اذا في شيء يعني، بدك ترجع تشوف العداد. يعني انه كيف واحد من وين بده يجيب كل هالمصاري؟ انا عمري 73 سنه، جوزي عمره 81 سنه،
جوزي مفلوج مقعد على الكرسي. مدام لأنه كيف هيك الأسعار بشفتوها؟ صحيح غليت الكيلوات بس أنا عندي عداد، مش مستحيل أنا أصرف هالمبلغ. من هيك بده يشوف لك صاحب الموتور، جاي يشوفوا لك العداد ليش عم بيمرك هالقد. شو بعرف الناس شو عم بيمركوا، ما دوم مش عم يقطعوه وقتها تجي الدولة. هذا موضوع العداد ماشي لأنه اللمبة عندي تبع حطوا لي إياها، تعرف إنه بس تجي الدولة إنه تطفي الموتور. يعني أنت عم تجي الكهرباء لعندك استعملتيها ولا لا؟ عم تجي وعم بيحسبوا لك إياها. عم يحسبوا على ما بعرف، عم يحسبوا على هذا الاشتراك. ما عم تجي الدولة، أيام تجي ساعة قبل الظهر ساعة بعد الظهر بالليل تجي. في فرق بين كيلووات الدولة وبين كيلووات الموتور مدام. الدولة بالسنت بالتسعة آلاف وشوية الموتور، تشوف الفرق. طيب عم بقلك إنه بس تجي الدولة مفروض ما أنا اللي بدي أقلك إذا من هيك الدولة. من هيك يلي ركب لك العداد مفروض يرجع يجي يكشف على العداد إذا في بروبلم بالعداد. العداد إذا كشف الكهرباء قال لي إنه هني الكهرباء عنهم مش عم يدفعوا، عاطين غير محلات مش عم يدفعوا الموتور عنده. هيدا موضوع اخر، بتقولي لهم بدك تحكي مع صاحب الموتور بهذا الموضوع صراحه، ما في اعمل لك شيء، انا بدك ترجع تشوفي مع صاحب الموتور. طيب ما بدنا احنا نجيب مصاري وندفع كل هالمبالغ يعني؟ ما حدا قادر يشتري مليون 850 يعني. قلت انا هيدا الموتور بخاف، جيبوا لي لمبات توفير للاولاد، حطوا لي لمبات توفير بكل البيت. مدام اللي بدي اقول لك مش بس حضرتك، ما بقى حدا قادر يحط 5 أمبير، في ناس عم تاخد أمبير وأنجأ، لأنه تعرفة الموتور اللي عم بتسعرها الدولة تعرفة مرتفعة أضعاف وأضعاف عن تعرفة الكهرباء اللي بعد ما غليت، بالوقت يلي حتى يعني لا أصحاب الموتورات راضين فيها ولا المواطن قدر يدفع. هذا اللي حبيت أقول لك إيه، بس بدك ترجعي تراجعي صاحب الموتور ركب لك العداد، تتفاهمي معه على الموضوع يا بتخففي الأمبيراج. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني هالصورة حلوة كتير على فيسبوك، الحل عنا صراحة وصلت لي، بس التعليق هو انه الواحد بيسافر بشوف كتير من الشعوب المتحضرة وغير متحضرة، ولكن دايما لما بيلتقى بأي ناس عم بتعيش بمناطق يعني يمكن كمان فيها تناقضات مثل عنا، ولكن في احترام، يعني من أي عامل عنده احترام لإشارات السير، عنده احترام للناس، بيعتبر حاله مهما كانت وظيفته عم يعملها بدون أي رشوة. من هيك بعتوا لي هالصورة ليقولوا قدام متقدمين وقدام ناس متقدمة كمان. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.